مساكم الله بالخير لكل من يتابعنا عبر شاشة روتانا خليجية وبرنامجكم اللي يجيكم كل يوم في نفس التوقيت من الساعة 4 لين الساعة 5 ما عدا الجمعة والسبت. نحاول إن شاء الله نجيب لكم كل اللي يفرحكم ويسليكم ويفيدكم، مو بس أنا لحالي بعد، وطراد اللي غايب اليوم ونقول له ألف لا بأس عليك، وزميلتي لميا. يا هلا والله، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ فطرتي ولا ما فطرتي ولا تغديتي؟ لا الحمد لله تغدينا خلاص. طيب مساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا الخليجية في بداية برنامجنا، برنامج ساعة شباب بفقراتنا المتنوعة والمتجددة دائما والأخبار والمنوعات. اليوم موضوعنا في بداية الحلقة عن التدخين، لكن التدخين ما راح نتكلم عنه بحد ذاته كتدخين أو كمدخنين. يمكن نعرف أن كثير من الناس، ونعرف أضرار التدخين ومشاكل التدخين على جسم الإنسان وعلى اللي حول أو اللي حوله من الناس الغير مدخنين، فإحنا ما راح نسلط الضوء على أضرار التدخين، ولكن راح نسلط الضوء على الأشخاص اللي يدخنون في أماكن غير مخصصة. صدق ريما، بالرغم انه معظم الدول طبقت هذا النظام انه منعوا التدخين في الاماكن الغير مخصصه للتدخين، بس الناس او بعض من الناس ما بيحترموا هذا القرار في معظم الدول، وما بيراعوا انه ممكن يسبب الضرر لغيرهم وبيدخنوا بسبب حاجتهم لهذه العاده. عموما احنا سالنا مشاهدينا على هاشتاغ ساعه شباب، ايش رايك في الناس المدخنه اللي ما تحترم قرارات التدخين في الاماكن الغير مخصصه ليها؟ خلونا نروح نشوف مع بعض اراء وردود المشاهدين. هنبدا كذا باول رد من عند صدى الصمت اللي تقول المفروض من الشخص المدخن احترام الاماكن العامه، لان فيها يمكن اشخاص يعانون من امراض مزمنه او عندهم تحسس مثلي بالضبط. سلام تسمى، تشوفين الا العافيه. الحناية قلة ذوق وتهديب منه وعدم احترام للمكان اللي هو فيه، كونه يمنع التدخين فيها واعتبرها أنانية منه هو يدخن وغيره مجبور يستنشق. صحيح يا الحناية. ونروح للكويسة. طيب يا كويسة، تقول صراحة قلة ذوق ويعاند في نفس الوقت، ليش ما يفهم أنه هو يتضرر ويضر اللي حوله بريحته؟ لا حول الله، بس أو لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيحة. بوح بتقول معانا لازم يحترم هالتعليمات، لأن التدخين بيضر اللي حوالينه قبل لا يضره، ولا أماكن خاصة. تحياتي لكم، وأكيد تحياتنا لك. طيب ونروح لريشة. مو وشو هذه؟ هالعنود؟ مهاش. مهاش مهاش. طيب تقول الدخان يضر وما ينفع، المفروض يحترم المكان والناس اللي فيه، هذا المفروض، ولكن الواقع غير. بنت سلمان تقول الممنوع ممنوع، ليش جاي تضر خلق الله؟ وزي ما أعرف أنه ضرر التدخين على المستنشق أكثر من المدخن نفسه، أنانية. بالضبط. وكذا خلصنا، فجأة لقيت وجهي، عرفتي؟ فجأة لقيت وجهي بالشاشة أبغى أقرأ. عموما لميا وكل كمان اللي قاعد يتابعنا، إذا أنت ودك تضر نفسك عاد هذا شيء خاص فيك، يعني أنت إذا أنت ما تبغى تستوعب أنه في مشاكل وغيره، كل واحد يختص بالشيء اللي يخصه، لكن المشكلة إذا أنت كمان تخلي الضرر هذا تحوله على كل المجتمع، هنا المشكلة. فطالما أنه في مكان أنانية. بالضبط. طالما أنه في مكان مخصص من الحلال، روح على المكان سوي اللي تبغاه وارجع للناس. طيب نكمل نشوف اللي بعده. أمل صبية حزيران قلت احترام، ولا يجب ترك المجال لأفراد من الحمقى والمستهترين ليفسدوا الهواء على الأغلبية باسم الحرية. طيب لا، هذه ما صارت حرية، هذا تعدي على حرية الآخر. عموما نروح لعبد الله اليوسف اللي يقول أسميه شخص مستهتر لأنه لا يهتم بحياة الآخرين، إذا ما تهم حياته إيش ذنب الآخرين الأبرياء؟ صح عليك. بالضبط. ريتا خذ لك قارورة موية وطفي فيها سيجارته وقول له إذا صحتك ما تهمك صحتنا أغلى من سيجارتك. طيب جميل يا ريتاج. وعند أحمد فخرجي يقول باختصار أقول عليه إنسان غير متحضر وقليل أدب، معصب أبو حميد، وإذا ما احترم الأماكن المخصصة إيش تتوقع منه؟ بالله ما أقول إلا الله لا يبلانا، بس إي والله الله لا يبلانا. يلا. نسوش صراحة ما عنده احترام للناس اللي حواليه، يتضرروا من الدخان في المكان اللي متواجد فيه، مو كافي يضر نفسه بهالشيء. طيب ونروح لهديل. هديل تقول أنا أستغرب من إنسان عنده إرادة وما يقدر أن يمتنع عن التدخين ولو في الأماكن العامة، فإذا كان ما يقدر يمنع نفسه فلا يضر الغير. كلامك سليم 100%.
كان اسمي لبنى ممكن مضطر، اذا مضطر المفروض يعتذر من الموجودين، لكن اذا بلا مبالاه المفروض يبلغ عليه فورا ويتعاقب، وصلى الله وسلم. ان شاء الله ما توصل للعقابات بالطريقه هذه. عموما نروح لمرام تقول الدخان هو الموت البطيء، الله يبعد كل مدخن عنه، ما نقول ذا الكلام الا عشان نحبه ونبغى مصلحته ومضر علينا وعليه، ان شاء الله ما نشوفه وتشوفون الا العافيه. أروى الزبير والله إذا يبغى يموت يموت لحاله، لا يموتنا معاه، لسه ما دخلنا دنيا، يحترم الناس اللي عندهم حساسية وتنكتم لأن الضرر اللي يشم أبلغ. بالضبط، يعني أروى جابت الموضوع كله في المختصر، أنه الدخان بيسبب ضرر لغيرك زي ما بيسبب ضرر لنفسك، فتكون من الأنانية أنك تدخن في أماكن عامة وغير مخصصة للتدخين، لأنك كذا بتضر نفسك والناس تبى تعيش، يعني لسه ما تبى تموت. وإن شاء الله اللي يدخن يوقف التدخين وتكون عندك إرادة إن شاء الله، وما تشوفون إلا الصحة والعافية في حياتكم إن شاء الله اللي جاي. عموما كذا فقرتنا الأولى انتهت، لكن لسه هذا الحين قاعدين نحم يا جماعة، لا تروحون بعيد، بنكمل معاكم أحلى الفقرات في برنامج ساعة شباب. فاصل ونرجع. وش عندنا العنود؟ اسمعك، ها عندنا سناب شات فيتي كيف تريمة لايف، وانا عشان قاعدة معاك. طيب معنا كمان وصلنا، خلينا نقول وصلنا، اي تعالوا لي شوي كذا، وصلنا لفقره كابتن ريما اللايف، اللي كل يوم احاول من خلالها اني اقدم لكم شغلات جديده، واحاول انكم تكونون معاي في هالفقره ونسال فيها اسئله للجمهور وناخذ رايهم عن الموضوع هذا. خلونا نشوف اليوم وش حضرت لكم في فقره كابتن ريما لايف، نطلع لها شوي وبنرجع لو لم نكمل. اغرب اسم في جوالي جازوره، طبعا هذا واحد من الشباب عندنا في الدوام شبه جازورة افلام كرتون زمان، ومتعود ياكل اي شيء حديد بلاستيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اغرب اسم عندي هو خشم، لان صراحه عندي واحد من اصحابي كل وجهه خشم صراحه. بالنسبه للاسامي الغريبه عندنا احنا شباب نسميه الخيل، ليش؟ ما شاء الله عليه، طويل نحيف اسمر عيونه كبيره وشعره ناعم وطويل، تقول ذي الخيل. اغرب واميز اسم عندي هو جنتي، لمن طبعا للوالدة الله يحفظها، لأن الجنة توضع تحت أقدامها. عندي في الجوال هذا اللي مكتوب عندك تنتن، هذا عبد الله أخوي الصغير، ناديه وأنا صغير نقول له شو اسمه، يقول تنتن. إيش دخل عبد الله بتنتن؟ أنا ما أعرف. بس هذا مساء الخير كابتن ريم عليك وعلى مشاهدي روتانا. أغرب اسم في جوالي لواحد من أصدقائي مسميه مشتلي، لأنه هو كده مشتلي فهي والله. اي اللي تلاقونه دائم كذا مفهي يقولون له مشتليها، فيعطون الاسم هذا. وش اغرب اسم عندك بالجوال؟ انا بصراحه دائما اسجل الناس باساميهم، او دائما الاسم بيكون على الشخصيه، يعني عرفتي؟ زي مثلا شخصيه مكعبر جوالك عادي يقول لا والله لازم كابتن ريما. متاكده؟ بشيك اليوم على الجوال اشوف ايش اسوي. عموما انا اغرب اسم عندي حطيته قريب ل الجميله العنود، سميتها انسه منشن، اللي يقابلون او يعرفون سالي يعرفون انسه منشن مين. كذا انتهت فقره كابتن ريما لايف، مكملين معاكم باحلى واجمل الفقرات واجمل الضيوف اللي بتستمتعون معاهم كثير اليوم في برنامج ساعه شباب. فاصل قصير ونرجع لكم من جديد. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد في فقرتنا الثانية، وفقرة فينا خير اللي نقدم من خلالها الشباب اللي معروف عنهم الحمد لله، واللي دائما نقابلهم واللي فيهم الخير، ويحاولون ان هم يساعدون اخوانهم واخواتهم في عمل الخير. ففي هالفقرة طبعا بيكون معنا شباب حاولوا انهم يخدمون المجتمع بس بفكرة مختلفة تماما وطريقة مختلفة تماما عن طريق تطبيق السناب شات. ما راح نقول لكم مين هم، نطلع شوي نشوف هالفيديو ونرجع نشوف ضيوفنا اللي بيكونوا معنا في فقرة فينا خير في برنامج ساعة شباب. مساحة الجزيرة 2.5 كيلو وعدد سكانها 1500، وطبعا المالديف هي دولة إسلامية 100%. السلام عليكم حبايب قلبي، في مريضة تحتاج مساعدتكم وتبغى فزعتكم بتبرع الدم، هي بمستشفى التخصص اللي بجدة، وهذا رقم ملفها، اسمها أسماء الشهراني. السلام عليكم، راح أكلمك اليوم على أبليكيشن اسمه لن ننساك. طبعا الأبليكيشن هذا ميزته إنه هو وقف الملك عبدالله الله يرحمه، راح أشرح لكم فكرته. حنتكلم عن موضوع بالشقلوب شوية. من فائدة الغبار انه لما يجي يمسك الميكروبات والغازات السامة الموجودة في الجو، ويزيدوا فوائد
انه لو نزل مطر لانه غازات واتربه وبكتيريا لما تنزل للارض مع مويه المطر تصير زي السماد للنباتات. حابين نقدم لكم مجموعه تطوعيه هي غير ربحيه. من فكرتهم انهم يساعدوا المجتمع ويعيد احياء القيم الانسانيه فيه. اسم المجموعه هذه جوي فيول. ضيفوهم في انستغرام في سناب شات هذا اسمهم. ورجعنا لكم من جديد في فقرة فينا خير والشباب اللي حاولوا يسوون الخير هذا لكن عن تطبيق السناب شات اللي هم طبعا أرحب بغسان الغامدي ومهاب السمان أحد مؤسسين سناب كلوب. حياكم الله. الله شو أخباركم؟ خير الله. طيب خلونا كده نبدأ على السريع، وش الفكرة الطريقة مسنين فيكم اللي بيقولها؟ أيوه. طيب أنت مين فيهم غسان؟ أنا غسان. طيب غسان قول لي يا غسان كيف بديتوا الفكرة؟ إيش جاكم؟ أعطونا خلفية بس عن الموضوع هذا. طيب زي ما أنت عارفين أصلاً سناب شات أصلاً فكرته لشخص واحد أو شخص معين بيوزر نيم واحد وباسورد. احنا فكرنا نخلي اليوزر نيم هذا مشترك بيننا احنا السبعة تقريبا بالتنسيق بيننا، كل واحد يتكلم عن فقرة معينة وكل واحد مختص بفقرة معينة يقدمها سواء اجتماعية او ثقافية او تكنولوجيا او اشياء خيرية، وكل واحد مننا مختص بهذه الفكرة، كل واحد مننا يطلع يتكلم عن الفقرة حقته. طيب وانت وش فقرتك؟ انا تكنولوجيا ابلكيشنز. هي مقسمة لجزئين صح؟ اي اعطيني التفصيل حق التقسيم هذا. ايش الجزئين ايش؟ هي مقسمة صح اللي حاطينها كذا بجزئين عن طريق السناب شات؟ لا احنا مقسمينها بين احنا السبعه مثلا. أي. إلاف بيتكلم عن مواضيع اجتماعيه. أي. انا بتكلم عن تكنولوجيا وابلكيشن. عدلاء بيتكلم عن الاشياء الخيريه او التبرعات. في مثلا عندك فهد بيتكلم عن الهاشتاجات اللي في تويتر المشهوره والمتكلم عنها الناس في الوقت الحالي. اوكي طب وايش اكثر المواضيع اللي تطرحونها وتحسون ان هذه المواضيع فعلا راح تساهم في انها تخدم المجتمع او انها تطور من المجتمع؟ زي مثلا بلاف بتكلم عن مواضيع اجتماعية، يتكلم عن شيء الناس يعني يعني اعطيني نبذة وش الاجتماعية اللي تحكم فيها؟ يعني الإلاف بتكلم عن مواضيع اجتماعية. حلو. انت تتكلم ماسك التكنولوجي. انا تكنولوجي اصلا واضح مع النظارة وكذا. لكن التكنولوجي اشياء الناس يقدر مثلا ابلكيشن الناس يقدر يستفيدوا منه. اي زي مثلا تكلمت مثلا عن امس ابلكيشن اذا حاب مثلا الناس يبغوا يجيبوا مثلا ويصلح عندهم شيء في البيت او تعطلت عنده سياره او حاجه. أوكي. من غير ما يروح يدوب بالابلكيشن هذا بيعمل الشير لوكيشن بيجي للمكان يصلح الشيء اللي خربان له وهو قاعد يفك السناب ويطالعكم وانتم تعطونه بالتعليمات اللي سووها. بالضبط. طيب مهاب يمكن انتم مجموعه تحاول انها تدعم المشاريع الشبابيه. مضبوط. كيف تدعمون هذه المشاريع؟ طيب هي زي ما انت قلتي في البدايه الفكره مقسومه لنصفين. أي. بس في النصف حقنا احنا اللي هو تكلم عنه غسان. أي. النصف الثاني حق الاشخاص اللي بيطلعوا يشاركوا معنا. الاشخاص اللي بيطلعوا يشاركوا معنا عباره مثلا عن شخص عنده مطعم، عنده مشروع جديد، عنده حاجه يبغى يوصلها للناس. أي. بشكل معين، او حتى لو ما عنده مطعم ولا محل في البيت وهو بيسوي موهبه معينه او شيء معين. فهذه الحاله بنعطي له احنا الحساب، هو بيطلع وبيحط اللي هو يبغاه. هو بنفسه يعني ما انتم ما تشرحون الموضوع. في كده وفي كده، احيانا احنا بنروح يعني بيكون الدعم انه احنا بنفسنا بنروح وبنشارك معاهم وفي نفس الوقت نصور لهم، واحيانا بنعطيهم الحساب بحيث انهم هم يكونوا يعني يشرحوا هم اللي هو يبغاه بالطريقه اللي تريحه والطريقه اللي تناسبه. اي طيب وبالنسبه للتطور اكيد انه يعني كل مشروع نبدا فيه اكيد انت حاطط له خطه معينه يمشي عليها وودك انه يوصل لمرحله معينه من التطور. انتم بتوصلون لوين في مشروع سناب كلوب من التطور؟ طيب هو يعني التطور حيكون احنا من بدايه ما طلع السناب حاولنا نعمل نطلع بفكره جديده. في البدايه كان بس انه احنا اللي بنشارك في الحساب واحنا فقط اللي بنتكلم فيه. شوي شوي بدانا ندخل موضوع انه الناس هي اللي تشارك معانا والناس هي اللي تصور برضو في نفس الوقت. لو في سفر او زي ما شفتوا في الريبورتاج كان في اشياء الناس بتصور من برا، فبنعرف الناس على ثقافات مختلفة، أشياء مختلفة. يعني مو شرط يكونوا من الجروب اللي يطلعون معنا. لا مو شرط يكونوا من الجروب، ممكن أي أحد يشارك. ممكن أنت لو حابة أنك تتاخذ الحساب في أي وقت. أعطوني الحساب. تفضلي. أنا أول واحدة. في أي وقت، إحنا بنحط كل فترة في الحساب رقم واتساب للتواصل عشان المشاركات. لو أنت حابة أنك تشاركي بتتواصلي معنا على رقم الواتساب هذا وبنعطيك الشروط والقوانين، طبعًا ضمن شروط وقوانين معينة إحنا الفريق حاططها. في ناس شاركوا معاكم من خارج المملكة، أعطيني الدول اللي شاركت في كم دولة وكم في شخص؟ في ناس مرة كثير يعني الحمد لله رحنا الحساب سافر أكثر مننا في كثير. ياخذنا معاه. مبدئيا كان عندنا في البداية فهد في البنك كان في أمريكا. أي. فكان ياخذ الحساب هناك عنده بيصور. بس دحين خلاص هو خلص دراسة ما شاء الله ورجع، فبندي الأكونت لناس متابعين لين أصلا هناك بيدرسوا مبتعثين أو
اي دوله او دوله او دوله اخرى. ما شاء الله عليكم صراحه، اتمنى لكم انكم انتم توفقون ان شاء الله فيه. بس عندي شغله، هل حيفضل هذا الموضوع على سناب كلوب؟ يعني ليش سميتوه سناب كلوب؟ ليه مثلا يعني يمكن لو تطور الموضوع ممكن تسوونه في الانستغرام، ممكن يطلع شيء اختراع جديد، ما تحس ان انت حصرت الموضوع في السناب وخلاص؟ يعني احنا قاعدين نشوف الحين كل يوم قاعد يطلع لنا تطبيق جديد وشيء جديد واسم جديد، حتكملونها على سناب كلوب خلاص حيصير هو البراند؟ ايوه كمان يعني تطور صاير كثير، يعني اي احد انا بعرف ايش الجديد والمتوفر في الشيء اللي انتم بتعملوه من خلال سناب كلوب. يعني بتقدموا اشياء حلوه بيشوفها الناس انه اشياء جميله، زي ما بتزوروا بيزوروا اماكن بتعرضوها، بتعملوا تغطيات زي مثلا شفنا قبل كم يوم غسيل الكعبه من الداخل وكانت تغطيه حصريه لسناب كلوب. فحلو انكم بتعرضوا اشياء غريبه على المجتمع. انتوا ايش بتستفيدوا من هذا الشيء اللي انتوا بتقدموه، وكمان انه ايش اللي ممكن تطوروه في سناب كلوب؟ تفضل. لا واحد، لا واحد منكم انت بس نسوي قرعه. طيب تفضل. يعني مبدئيا اول شيء طبعا هذا الشيء احنا مره نتشرف فيه، احنا كاول حساب يطلع بيصور في غسيل الكعبه، هي طبعا هذا الشيء يعني نتشرف فيه. اول تغطيه كانت في حسابنا، يعني افضل تغطيه بالنسبه لي انا يعني صراحه. ان شاء الله تغطون شيء اكثر باذن الله. وتحبوا توصلوا لايش؟ تبوا توصلوا لايش بعد سناب كلوب؟ طبعا احنا الحين اصلا مو بس في سناب شات، عندنا برضه في الانستغرام بس مركزين اكثر على سناب شات. الانستغرام عاملينه زي الارشيف لينا، بين بفيديوهات اللي بننزلها بنسيفها وبنحط الفيديوهات في الانستغرام. حاطينها في اليوتيوب؟ عندنا في اليوتيوب عاملين اللي هو احنا جد لايف زمان، قبل ما تجي جد لايف احنا عملنا جد لايف في اليوتيوب. ونزلنا الفيديو كامل في اليوتيوب حطيناه. اوكي. طب مهاب، يعني انت قلت لنا انه بتتواصلوا مع الناس عن طريق الواتساب، في رقم بيكون موجود وتتواصلوا معاهم فيه، وكمان على حسابكم في سناب شات يقدروا الناس يتواصلوا معاكم فيه، بس كيف تقدروا توصلوا للناس انه بتكون محتاجه دعم مشاريع، دعم اعمال، حابين انه يظهروها من خلال سناب كلوب، حسابكم في سناب شات، كيف بتدعموهم اكثر؟ شوفي، على الاغلب هم بيحاولوا يتواصلوا معنا سواء عن طريق الحساب او عن طريق رقم الواتساب اللي احنا بنحطه كل فتره. احنا كل فتره بنطلع في عندنا، بنكون احنا مع بعض بنطلع نشرح فكره الحساب، كل ما يزيدوا المتابعين او كذا بنطلع نشرح فكره الحساب ونحط رقم الواتساب، فهم عن طريق الرقم بيتواصلوا معنا وبيتم التنسيق. اذا كانوا هم في جده ممكن احنا بنفسنا نروح لهم ونشارك بنفسنا في هذا الشيء الخيري، واذا كانوا هم خارج جده وما بنقدر نروح لهم فبنعطيهم الحساب وهم بيصوروا بالشكل اللي يناسبهم والشكل اللي بيقدموا فيه فكرتهم. فيصير كمان ما هو روتين، يعني اللي هو دائما بنفس الشيء نفس الاشخاص اللي بيطلعوا. انت فجاه بتشوفيني، فجاه بتشوفي غسان، فجاه بتشوفي واحد ما هو من الحساب اصلا، فجاه بترجع الحساب مره ثانيه لينا، فيصير نوع من كسر الروتين، وفي نفس الوقت بيكون في حاجه خدمه تغيير اشكال وناس تغيير حلو. شوفي بس ما شاء الله 7 اشخاص في الجروب، صحيح ممكن يصير في زياده في عدد الجروب عندكم ولا انتم مكتفيين كذا بالسبعة؟ لا بالعكس، ممكن يكون في زياده، حيكون مور سكيلز لينا، حيكون في مهارات اكثر، حيدخل شخص بفكر ثاني باشياء اكثر. بالعكس احنا نبغى الشيء يكون. الله يحييك. ضيفوا 2 عندكم لم يوجد. الله يحييكم. بالعكس لينا الشرف. الله يخليك ان شاء الله. صراحه السوشيال ميديا احنا عارفين انها خدمت ناس كثير، وناس كثير قدرت انها توصل للمجتمع العربي والعالمي يمكن من خلال الشاشه الصغيره، يمكن حجما ولكن كبيره جمهورا. انتم كيف وصلتوا لها او كيف خدمتكم يمكن اكثر حاجه اللي طلع بالموضوع زياده هو كان الفكره نفسها كانت جديده وقت احنا ما طلعنا بها، كانت جديده على سناب شات. زي ما قال غسان، السناب نفسه هو عباره عن يوزر واحد بايميل واحد لشخص واحد هو عارفه هذا حقه، لكن احنا خليناه في اكثر طرق انك انت تبدعي فيه اكثر، مو بس انا مو بس هو، كلنا مع بعض نقدر نعمل حاجه جديده فيه. فهذا اكثر شيء في مجموعه بالضبط فيكم في نجاح، يكون في نجاح نقاش. احنا نتمنى لكم طبعا ان شاء الله تستمرون فيه. بس هي الحاله البرر برجع لكم على السؤال اللي قبل شوي قلتها، بس خلي لم يتخلص. انا بس صراحه غسان، انت شخصيا كغسان بشخصيته ايش استفدت من هذه التجربه اللي عديت فيها؟ صراحة هو الواحد دائما يكون لما يطلع قدام الجمهور يتخوف. بداية اللي كان متابعنا من البداية كان ملاحظ يمكن هذا الشيء في البداية، كنا متوترين، بعدين خلاص صرنا مرتاحين لما جينا نصور نطلع قدام الكاميرا قدام التلفزيون، صرنا عادي يعني ما صار عندنا خلاص. شعور جميل تحس فيه لما بتخدم غيرك من خلال ابلكيشن. ايوه اكيد.
وانبسط جدا لما نشوف انه في اكثر من سكرين شوت بيجينا على مثلا على الابلكيشن معين. وشوف في ابلكيشنز بعضها يعني تكون عدد قليل, انا اشوف الناس ما يستفيدونه, فاحاول ان ايش اخش للابلكيشن للناس اللي يعني حابينها, الناس اللي يقدر يستفيد منها اكثر. طيب برضو حرجع للسؤال هذاك اللي حاولت تشردون منه بس رجعت لكم مره ثانيه. هذا انا بقعد في الحل كله. بس ابغاك تقول لي سالفه السناب كلب, يعني انت انا قلت لك يعني هل بتخلونها كذا خلاص اسم براند زي ما قلت لك التطبيقات قاعده تطلع, وكل يوم طلع الكيك بعدين طلع الانستغرام بعدين طلع تويتر, والناس نسيت الكيك الحين الانستغرام, يمكن صاروا الناس الحين منتبهين للسناب, وممكن بعدها كمان طلعنا تطبيق ثاني. صحيح. بتكملون على سناب كلوب؟ احنا حنكمل في سناب كلوب, بس في نفس الوقت لو طلع تطبيق جديد ناخذ اسم التطبيق ونسميه برضو كلوب. يعني ما يعني كلمه مشكلة. كلوب هي الثابته واللي قبلها بيصير متحرك. انه الفكره هي جايه من انه سناب كلوب انه برضو ما هو لشخص واحد, لاكثر من شخص, فنادي كلنا نقدر نشارك. جوين ذا كلوب. جوين ذا كلوب. فالفكره انه مو شرط يكون هو فقط على سناب, احنا اوريدي عندنا انستغرام بس زي ما قال لي غسان مخلينه كارشيف. في نفس الوقت اي برنامج جديد راح يطلع ان شاء الله حنكون مشاركين فيه. وعارفه ريما ايش الحلو, سوري مهاب قطعت كلامك, الحلو في سناب كلوب انا من متابعينكم طبعا انه بينزل كل طيب. والله ما قلتي الحين اقول انه عارفه ايش الحلو, انه دائما سناب شات بيكون 24 ساعه ويختفي. الحلو انه هم بيعملوا سيف لكل السنابات اللي بتنزلوها بتروح على الابلكيشن. ايش اسمه الابلكيشن كانوا حاطينها في الموجز, هذا الموجز بتنزلوا فيه السنابات حقكم, يعني الواحد اذا دخل على حسابكم يقدر يتابع كل سناباتكم اللي نزلتوها قبل 3 شهور اخر مده. صح صحيح 3 شهور ذاكرتك كويس. ولا لا ممتازه شاطره. تختاري اليوم اللي تبغيه بالضبط, شهر اليوم اللي تبغيه بالضبط, وبتدخلي عليه وبتشوف السنابات اللي انعرضت في هذا اليوم في ال 24 ساعة هذه. يا فكذا انتم ما بتفوتوا سناباتكم ما شاء الله على طول. والحلوة اللي قاعد يشاهد يعرف ما يقعد يدور على موضوع. خلاص طب اخر شغلة كذا بسألكم اياها يا شباب, بما انكم طبعا شباب وفكرتوا في شغلة زي هذه, صراحة يمكن انا اول شيء اقول لكم مشكورين على الشيء اللي قاعدين تقدمونه عن طريق السناب كلوب, بس ايش اللي خلاك تفكر في كذا؟ ايش خلاكم تقولون لا لازم نشجع المجتمع ونساعد المجتمع؟ يمكن شباب كثير يقول لك يا ابن الحلال انا يا الله ساعد نفسي كمان اقعد اساعد الناس. غسان اعطينا جواب. صراحه احنا فكرنا فيها, كنا جالسين مع بعض زي كذا في ديوانيتنا دائما نقعد فيها. ففكرنا احنا نقول ليش ما نستفيد من سناب شات ما دام احنا كل واحد بيدخل بيصور شيء من عنده. لما نسوي احنا جروب معين بنخدم فيه المجتمع او ندعم فيه المواهب المدفونه. في ناس ما عندهم يعني ما عندهم محل يقدم فيه موهبة حقته, فإحنا نعطيه الأكاونت حقنا كمنبر إن يقدم الموهبة حقته, ندعم فيه للمشاريع ندعم فيه للمواهب. والله برافو عليكم يا شباب, انا فخوره. جميل شيء جميل اللي بتسووه. مهاب ابغاك تقول لي كلمه اخيره للمشاهدين, ولكل انسان يعني عنده طموح ويحب انه يخدم المجتمع ولو كانت بفكره صغيره. طيب انا اول شيء احب اشكركم انتم, وكمان اشكر المتابعين حقونا هم راس مالنا, واشكر اعضاء الجروب باقي اعضاء الجروب لانهم هم كل واحد فيهم حقيقه في مجهود انتم اللي بتشوفوه على السناب نفسه بيكون مجرد 10 ثواني, بس حقيقه ورا كل فيديو في مجهود كبير كل واحد فيهم بيبذله. اكيد. فانا احب اشكرهم, وبالناس اللي عندهم افكار انهم هم يحاولوا كيف يدعموا المجتمع باي طريقه يسووها بسرعه, لانه يعني في الاخير الفائده حترجع عليك برضو انت, يعني مو بس حتكون للمجتمع اللي انت قدمته, لانه انت برضو جزء من المجتمع. احنا نتمنى لكم كل التوفيق صراحه, واكيد كل نجاح لابد انه يكون من وراء اجتهاد, واجتهاد ما يكون سهل, ما في شيء يجيك الين عندك, لازم انت تجتهد وتعطي خطوه, ان اعطيت خطوه بتلاقي الثانيه وبيجيك 10 خطوات من وراء خطوه واحده, فالاستمراريه هي المهم. نهايه هالفقره انا احب اقول لغسان ولمهاب يعطيكم العافيه موفقين ان شاء الله, ونشوفكم من تطور لتطور, ومشكورين على هالخطوه اللي قدمتوها للمجتمع. بعد شوي بنكمل انا والعيال. اخبار ومنوعات حتكون بعد الفاصل. اهلا فيكم مشاهدينا من جديد بفقرة اخبار ومنوعات اللي بنحاول دائما نقدم لكم الاخبار المختلفة
والغريبة في العالم؟ وخبرنا الأول نقول يا ريما، الخبر الأول يا لميا حالة أو نقدر نقول إنسانية في شيء بسيط جدا. الإنسانية ما لها دخل لا بدين ولا دخل لها بعادات ولا لها دخل بدولة ولا دخل لها دخل بمدينة. الإنسانية تخلق مع الإنسان، لكن أنت اللي تروضها وتقدر تخلي من خلال ترويضها النفس إنها تكون معنى الإنسانية. عموما في حلاق انتشرت صورته حاول إنه يحلق له شخص عنده أو طفل عنده مرض من أمراض أو مرض التوحد. لكن إحنا نعرف الأطفال بصفة عامة إيش اللي يصير معاهم. طبعا إذا حطيته عند الحلاق يقعد يحوس ويروح ويجي، ومستحيل إنه يقعد مكانه، ويعذب كثير الحلاقين. وأكيد يمكن إحنا يا الله ما لنا خلق أصلا نشيل عيالنا، فما بالك عيال الناس على ما يقولون. لكن هالحلاق اللي قام بهالعمل الإنساني قدر إنه هو يصبر على هالطفل اللي هو أحد أطفال مرضى التوحد، وبتظهر بعد شوية أو يحطونا الصورة يا ريت. كان زي ما أنتم شايفين عشان يحلق له أخذ معه وقت، قاعد يزورهم في البيت مرة واثنين وثلاثة إلى ما وصل وقدر أنه يقنع الطفل بطريقة طريفة، ونزل لمستوى الطفل ونام على بطنه زي ما احنا شايفين عشان يحلق للطفل اللي عنده مرض التوحد. هالطفل وهو عمره تقريبا 18 بس شهر كان عند حلاق، وفي واحد من الحلاقين عور له اذنه فصار عنده عقده كبيره من الحلاقين، وقال مستحيل كل ما يحطونه عند حلاق ما يقعد على الكرسي. لكن هالحلاق قدر انه يخلي الطفل يستسلم ويلعب معاه بالايباد حق امه، وحلق له شعره بكل سلامه. شايفة كيف يعني دائما الإنسانية بتكون تأخذ المركز الأول في العالم، يعني تصرف حقيقي. أتمنى أن كل الناس يعاملوا بالذات مرضى التوحد بيكونوا دائما حساسين في التعامل، يحتاجوا معاملة خاصة. فخلينا ننتقل لخبرنا الثاني. طبعا خبرنا الثاني طرد معلق على مباراة بسبب نومه. طبعا أعلنت إحدى القنوات الصينية بطرد معلقها اللي كان أثناء تعليقه على المباراة اللي كانت تجمع بين ريال مدريد الأسباني وزميله باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. وطبعا المعلق الصيني راح في النوم وصار يشخر أثناء تعليقه على المباراة. وتخيل بسبب هذا كان كله طبعا كابتن ريما بسبب فارق التوقيت اللي كان بين أوروبا والصين. طبعا كان وقت التعليق أتوقع على ساعات الفجر الأولى بتوقيت العاصمة الصينية، وطبعا تداول المقطع هذا كثير من الناس وانتشر، وبكذا قررت القناة أنها تطرد هذا المعلق طرد نهائي. شايفة كيف على قول ما يقولوا النوم سلطان في النهاية. خاف تروح علي نومه وانا جاي على هذا. عبد الرحيم اكثر واحد استانس بالخبر لانه يحب الكوره الظاهر، فقام يضحك على الخبر على نومة المعلق. والله مشكله وش كيف اكمل المباراه؟ المباراه كبيره يعني سان جيرمان بس ما صاروا يسمع صوت شخير طول المباراه. طيب ننتقل للخبر الغريب. 550 غنمه تختفي فجاه وهي موجوده. شلون؟ بقول لكم شلون. اللي حصل ان في واحد من المزارعين قال ان حب انه هو يلتقط صوره لاغنامه اللي كانت موجوده بشكل جميل، فبس ما هي بسيلفي، صوره عاديه يعني. الزبده اللي حصل فجاه وهو حط الكاميرا ويبغى يصورهم اختفى الموضوع. يدور على الغنم في الكاميرا ما في ولا غنمه، و550 غنمه يعني ما تنشاف. لكن خلونا نشوف الصوره، وين الغنم؟ لميا وين الغنم؟ تحداك تقولي. ماني شايفه اي غنمه انا. انت شايفه غنم؟ لا انا شايفه زرع، بس تخيلي انه هذا كله غنم. هذول مغطيين موجودين شايفتهم الحين بانوا لما ناخذهم. متخبيين بشكل ذكي بين الزرع اللي موجود وبين الثلج. لما جاء حب انه يصورهم لقاهم اختفوا، لكن بعد ما دقق يعني وشاف الموضوع بعد ما انفجر. انت شايفه كيف يعني قطيع كبير من الغنم، 550 غنمه فاختفوا وهو قاعد يصورهم، لكن ما كانوا مختفين، كانوا موجودين بشكل ذكي، تخبوا بين الأشجار وبين الثلج. هذا كان خبر الأغنام 55 غنمة. حقيقة خلينا ننتقل لخبرنا الرابع والأخير. طبعا اليابان ما شاء الله في الصناعة ما خلت ولا بقت إلا شيء واخترعت لنا هو. في النهاية اخترعوا تطبيق أو أبليكيشن يقدر يساعدك على إيش؟ على إنك كيف تعرف إذا وصلت
لدرجة من الاكتئاب النفسي ولا لا. طبعا هذا التطبيق يتحمل على الهواتف الذكية ويعرف إذا وصلت للاكتئاب من خلال نبرة صوتك. التطبيق يخليك تتكلم ويستشعر نبرة صوتك وبكذا يوصل لحالة الحالة النفسية اللي أنت عايش فيها. وطبعا هذا التطبيق راح يساعد الكثير من الأطباء إنهم الأطباء النفسيين في تشخيص المرض بدون الحاجة إنه يكونوا موجودين في المستشفى. من خلال الهواتف الذكية ممكن يعرف حالاتهم ويشخص المرض من خلال الهواتف الذكية طبعا. وهذا التطبيق راح يحدث ثورة في عالم الأطباء وعالم الطب لأنه حقيقي يعني شيء يستاهل الذكر. تخيل إنك تعرفي كيف إذا أنت مكتئبة وحالتك النفسية بس من خلال جوالك. ما يحتاج صراحة. بقيت على في نفسي بالمراية عرفت إني يعني بعرف إني أنا مكتئبة أو ماني مكتئبة يعني أحيانا. في ناس سيريم في ناس ما تعرف لكن هو يعني في النهاية العنود تقول إيش تكنولوجيا. طيب العنود إحنا ماشيين مع ذا التكنولوجيا والله العظيم أنا عاد مالي فيها كثير. عموما انتهت فقرة الأخبار المنوعة لكن ما خلص البرنامج. باقي البرنامج عند أحلى فقرة تحبها لمية في البرنامج كله. تحب البرنامج لكن ذا الفقرة عندها سبيشل تقول لك سلطنة. تحب السلطنة وتحب الأغاني وتحب دق العود وكذا. في احد ما يحب السلطنة يا ريما؟ انا ما تحب انا احب يا ولدي. عموما خلونا نشوف فقرتنا الاخيره من برنامج ساعة شباب لكن بعد ما نرجع من الفاصل. حياكم من جديد مشاهدينا في آخر فقرة من فقرات ساعة شباب لليوم اللي حتكون سلطنة زي ما قالت زميلتي لي ريما. وأكيد اليوم حنسلطن يا ريما. نسيتي اسمي؟ نسيتي اسمي؟ قلت ريما. طيب قلتي ريما. يلا كملينا ايش عندنا اليوم؟ ايش من حيث انتي سلطنة انتي انتي هذا الشيء اللي تحبينه. اليوم في أحد بدق على العود في شخصية موهوبة حاول وصاحب صوت جميل ويدق على العود وبيطلع لنا هالموهبة في هالفقرة الأخيرة من برنامج ساعة الشباب. وعد أنا بحاول أنا ولمية لكن حتى لمية هي تختار الأغاني وهي كل شيء لمية. عموما خلونا نرحب بضيف اليوم. طيب شكرا. نرحب بضيف اليوم رامي عبد الله الموهوب اللي نقدر نقول عليه موهوب. رامي شخبارك؟ يا مرحبا وسهلا والله بخير الحمد لله. منورنا. نوركم الله يعطيكم العافية. رامي كيف بديت؟ ليش قلت أنا خلاص الحين أنا ببدأ أغني؟ في أحد أقنعك أو أنت اكتشفت أن عندك هالموهبة؟ الموهبة منذ الصغر عشان أكون صادق معك. متى أول مرة غنيت فيها وعمرك كم؟ والله عشان ما تقولوا مبالغة بس أنا سمعت تسجيل من الوالد حتى الحروف ما أقدر أنطقها تقريبا بين 2-3 سنوات. أيه. هو بيعزف العود أنا بغني. أوكي يعني مشت معاك إذا منذ الصغر. أيوه. طيب ومين شجعك على هالموضوع؟ تدرج معي الموضوع في الابتدائي في متوسط الثانوي كمان شفت مقدم إذاعات حاجات زي كذا لين يعني تخرجت فترة الجامعة تقريبا. بديت أنزل تسجيلات كذا على السوشيال. أيه. في ناس كانوا يسجلون كثير يعني تفاعلت معهم وتفاعلوا معي وعجبهم الوضع يعني. طب حلو رامي دائما بنشوف انه الغناء مع التلحين مرتبطين في بعض او كل واحد بيكمل الثاني. هل انت حاولت انك تخلق الحان شخصيه لنفسك وتغنيها؟ التلحين موهبه زي ما الغناء موهبه واكثر فاكثر الاوقات تكون مرتبطه ببعض وبتكون هويه للفنان عموما يعني. ففي محاولات بسيطه يعني بس انه انا ملتفت للغناء اكثر من التلحين. طب على الغناء والعود ايش راح تسمعنا اليوم ولا خلي كابتن ريما تختار؟ لا الخيار معك انت. لا لا انت ذويقه والله. اليوم اليوم ما كل حاجه هي يعني تقول الخيار. لا عبد المجيد عبد الله. اوكي نروح كيف البدايه كذا عشان بس التوتر يروح. عاد انت تحبين عبد المجيد اليوم قلتي حتى انت ذاك اليوم طلبتي عبد المجيد. يا طيب القلب وينك حرام تهجر ظنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يشوق عيني لعينك أتخيلك في المرايا في مجلسي والهدايا يشيل ذيك الزوايا من غير طلعت جبينك
يا شوق عيني لعينك. يعطيكم العافية. طيب رامي، كل فنان يمكن يحاول، أو يمكن معظم الفنانين اللي يعرفون يعزفون على آلات موسيقية، تتوقع أن هالآلة الموسيقية اللي تعزفها اللي هي العود في غيرها؟ ولا هو العود؟ لا العود بس. طيب بالنسبة للعود، تحس أنه هو اللي يساهم في أنه يخلي الفنان ينتشر بشكل أكبر؟ يدعم الصوت يعني؟ في مقولات كثير بعض مجالس الطرب أنه الفنان بدون عود ما يسوى شيء. طبعا العود أول آلة يعني بشكل عام بتفتح آفاق للفنان اللي بيتوسع في الموسيقى أكثر، فبيعطي أكثر يعني. فلما الواحد يكون سيد نفسه بالعود، لما يعزف بنفسه يقدر يمشي نفسه بنفسه، يدعم إحساسك. أكيد يدعم الإحساس، شيء طبيعي. جميل. طب رامي، كل فنان أو كل مطرب له يتمنى أن يكون متميز بأسلوب خاص فيه وأسلوب معين هو يمشي عليه، مين الفنان اللي تحس أنك ممكن تتبع أسلوبه الغنائي وممكن يكون قريب من الشيء اللي أنت بتقدمه؟ بعيد عن المقارنات، هم مدارس عموما يعني. انا بنهل منهم، الاستاذ طلال مداح رحمه الله عليه، الاستاذ محمد عبد، الاستاذ عبد المجيد عبد الله، هذول اقرب ناس انا اقدر اخذ منهم اساتذه، شيء طبيعي، ولا اقارن نفسي فيهم ابدا، ولكني انهل منهم. اي تحب ان الستايل تبعك يكون قريب قريب من اسلوبك؟ حلو جداً. طيب في مطرب معين تعطينا كذا اسم نقدر نقول هو اللي اثر في رامي عبد الله؟ عينين في راس. اسماء كثيره بس هم في عينين في راس تقريبا. اعطينا الاسماء الكثيره، ما عندك مشكله. استاذ طلال مداح، استاذ محمد عبدي تقريبا، هم في الخليج هنا. عربيا انا اشوف السيده ام كلثوم وروح رياض السنباطي هي افضل ما قدمت. دويق يا رامي، جدا جدا. انت ماشي على كذا على الفن الاصيل كلاسيكي، على ذوق لمية. على ذوق لمية وذوق. طبعا شوفي ما شاء الله الاجيال الجديده كل ما تطلع لمية ومستمرين الى الان يسمعون عظماء الفن. من ام كلثوم، من عبد الوهاب، من محمد عبده، طلال مداح رحمه الله عليه. رامي، طب يعني اكيد ناس كثير يتابعوك يحبوا صوتك ومعجبين في اسلوبك، ايش راي الناس كان ليك وايش كانت ردود الافعال اللي بيجيك من المحبين ليك؟ طبعا السوشيال ميديا هو الاساس في الشيء هذا، اللي عرفني على الناس وقدرت اني انا اوصل بشكل حلو للناس، وتفاعلهم كان جدا حلو معي، وهذا اللي اعطاني الدافع الاقوى اني انا اقدم حاجه حلوه، اكون حريص في تقديم الاشياء اللي تستاهل ذوقهم يعني. طب رامي، مش حافظ لنا الرابح صقر؟ ما يحضرني شيء حاليا. طيب ايش ممكن تسمعني الحين او تسمعنا؟ بسمعكم حاجه كذا لحنته كذا شيء خاص فيك. اي شيء حاجه. كلمات صاحبي فيصل عمري. تكتب؟ انا خواطر. اجل بنكمل بس مو الحين. يلا سمعنا كلمات صديقك اللي هو فيصل عمري. فيصل العمري ولحنك. لحني وغنائك اجتهادي. يلا نسمع. ما لهذا الحزن تالي، لا سواحل ولا مواني، وقفت فيه الثواني ينتظر لحظة تجي. ما لهذا الحزن تالي، لا سواحل ولا مواني، وقفت فيه الثواني ينتظر لحظة تجي. ترقص الدنيا أماني، ترقص أفراح وتهاني، ترقص الدنيا أماني، ترقص أفراح وتهاني، يكتسي فيها الجبين من هنا الفجر كبير، يكتسي فيها الجبين من هنا الفجر كبير. وآه الله يعين، وآه الله يعين، وآه على صوتك يعني ما شاء الله تبارك الله. صوت، إحساس، عزف،
قليل من الناس يعني تملك أكثر من موهبة في شخص واحد، يعني تكون متعدد المواهب. طب ما فكرت أنك تشارك في برامج المواهب اللي حاليا موجودة عشان تنشهر أكثر وتقدر توصل الناس بصورة أكبر، ولا أنت اكتفيت بانشهارك في السوشيال ميديا؟ السؤال ده صعب شوية، لكن دراستي تقريبا هي دحين حاجة أساسية عندي، لأني أنا بدرس تخصص تمريض، فأتم أبغى أخلص بس التخصص هذا وبعدها أحدد الوجهة بعد كذا، لأنه صعب إن الواحد يترك دراسته ويطلع عشان يشترك برامج مسابقات في حال مثلا ممكن ما وصل للنهائيات أو ما نجح أو حاجة زي كذا، يكون قد مكمل دراسته وبعدها أقدر أنا بعد الدراسة أقدر أتصرف أشارك أطلع بطريقة اللي تعجبني بعدين. برافو. الدراسة هي أهم حاجة. الدراسة يا ربي يعني شهادة تكون معاي بعدها على الأقل. إيه يعني أنا لو أقول لك وشهادتي ما لها دخل بين قاعدة كلنا يعني كلنا يمكن الموهبة على ما يقولون صنعة في اليد تدعم الإنسان إنه يعيش في الحياة وممكن يوصل لأحلام وطموحات، ولكن الشهادة هي رأس المال الأساسي. نتمنى لك يا رامي كل التوفيق، بس بما أنك تحب طلع المداح وطبعا الله يهون بنوره، ايش رايك تعطينا حاجه لطلال؟ نختم معاك بالفنان طلال المداح، ايش بتغني لنا طلال المداح؟ طبعا ابغى تدري وشو اكثر اغنيه تقول فيها يا رامي ان اغنيه طلال المداح هذه هي اللي تلمسني، هي اللي انا احس فيها. طيب نقول للراحل طلال المداح رحمة الله عليه ليلة تمرين، كلمات الشاعر البدر. ايش رايك كرامي؟ بس قبل ما نسمع الأغنية نودع مشاهدينا وكل اللي تابعونا اليوم، أتمنى تكون حلقتنا عجبتكم وسلطنتوا معنا في الختام، ولا تنسوا تتواصلوا معنا على موقع التواصل الاجتماعي أكيد هاشتاج ساعة شباب على تويتر وعلى إيميل البرنامج، ومرحبين بكل آرائكم واقتراحاتكم، ونقول لكم في أمان الله أنا وزميلتي أكيد كابتن ريما، وخلونا نسلطن الحين ليلة تمرين من كلمات الشاعر بدر عبد المحسن والحان طلال المداح. ليلة تمرين عطرك السافر فضح ورد البساتين كثر الكلام، ليلة تمرين عطرك السافر فضح ورد البساتين كثر الكلام، صحيح جرحت الظلام بالخد وبنور الجبين صحيح.